السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا حلقة مميزة وضيف ايضا مميز، وهي تعنى بقضية المواطن بشكل مباشر، والجميع يحتاج تلك الخدمات. سوف نبين لكم من خلال التقرير الأول الذي تم إعداده من قبل فريق إعداد البرنامج، وسوف يتم تبيان حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نشاهد نحن وإياكم هذا التقرير ومن ثم نعود. باشرت ملكات فريق الجهد الخدمي بإرساء الطبقة الثانية لشارع على نجف منطقة حي الكوثر. تكون طول الشارع 520 وبعرض 10. تم إرساء الطبقة الأولى قبل شهر، والطبقة الثانية اليوم. تكون الشارع فائدة للجميع الأهالي، من توجد فيه جامع وأربع مدارس، وهذا الشارع رابط بين الجزائر والجمعيات. كمية الأجزاء المستهدفة لموقع حي الكوثر هي 2300 متر مربع، حاليا تم إكساء 1500 متر مربع. المناطق اللي باقية هي في شارع رئيسية يتم العمل بها حاليا أعمال شبكات مي ومجاري. اليوم باشرت كوادر هيئة الحج الشعبي التابع لفريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، وحسب توجيهات دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، اليوم باشر الفريق بإكساء حي الكوثر اللي تابع إلى بلدية الشعب، وحاليا الإكساء مباشر وبالتنسيق مع البلدية، واليوم إن شاء الله راح نكمل جزء مهم من الإكساء، وإن شاء الله نكمل البقية عند إكمال بعض إزالة التجاوزات، لأن هناك تجاوزات كبيرة في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة من تم بنائها يعني مو حسب المواصفات وحسب الخطط من قبل البلدية، وإنما عشوائية. إن شاء الله بعد إزالة كافة التجاوزات راح نكمل بالإكساء. الكمية الكلية المستهدفة لموقع حي الكوثر هي 21500 متر مربع، احنا حاليا تمينا 12000 متر مربع. الكمية اللي بعدها الأزق الشوارع الرئيسية عندنا بها أعمال مي وشبكات مجاري وأعمال باور. هذه عودة مرة أخرى مشاهدين الكرام. أعتقد واضح الحلقة اليوم، ونزل السيجي بأنه هي حلقة خاصة عن جهد الخدم الهندسي. اليوم ضيافة قناة الأيام الفضائية وفي برنامج بخدمتكم الفريق الدكتور حاتم المقصوصي، ممثل وزارة الدفاع وعضو اللجنة المركزية العليا للجهد الخدمي الحكومي. نرحب بك أجمل ترحيب، وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، أهلا ومرحبا في قناة الأيام اللي هي متابعة دائما لنشاط فريق الجهد الخدمي. الله يبارك بكم. مثل ما تخدمون الناس احنا نخدمكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. سياده الفريق، طبعا شكرا لجهودكم من شهر 11 والى الان. هذه الجهود يعني اعتقد القاسم الداني علم بها، رغم احنا نقولها بصراحه هناك ظلم اعلامي باتجاه هذا الفريق وهذا العمل الكبير. ما اعرف عدم اظهار هذا الجهد من خلال تكاتف الأيادي بكل الجهات، وليس فقط الحشد، وليس فقط الدفاع، وليس فقط وزارة النفط، بل كل الجهات تكاتفت أن يشكل هذا الفريق بدعوة من قبل دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيعي السودان. في البداية خلينا نعرج عن أهمية هذا الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة فكرة تشكيل وتأسيس فريق الجهد الخدمي والهندسي
كانت فكرة رائعة، وهي عبارة عن نقول لملمة الذيول السائبة لكل الأعمال التنفيذية. احنا شاهدنا خلال كل السنين اللي مضت كانت الجهات المختصة اللي تقوم بعمليات الإعمار وعمليات تقديم الخدمات بكل نواحيها وبكل مسمياتها متخصصة في دوائر من الدولة معينة، وكان أكو جهد كبير لدى هذه الدوائر، ولكن مع الأسف كان هذا الجهد ما مستثمر بالكامل، وعليه تصير عندهم بعض التلكؤات أو بعض الإخفاقات في الكثير من المشاريع. أساس فكرة الجهد أنه توحد هذه الأمور، لا تلغي دور الآخرين، وإنما تشذب وتهذب عمل الآخرين بالتنسيق مع فريق الجهد لغرض تذليل كل العقبات اللي موجودة أمامهم، بالإضافة إلى إضافة خبرات أخرى إلى هذه الدوائر من أجل تسهيل وتسريع الأعمال والخدمات المقدمة للمواطن. فكرة الفريق هو تقديم الخدمات للمناطق المحرومة واللي ما وصلتها الخدمات طيلة فترة هذه السنين الماضية. فبدأ الفريق والحمد لله حقق نجاحات مبهرة، وكان تعاون جيد من قبل الدوائر الخدمية المسؤولة أو المختصة، سواء في دوائر الماء والمجاري، في دوائر البلدية، في دوائر وزارة الإسكان والتعمير، في وزارة هيئة الطرق وإلى آخره من هذه المؤسسات المتخصصة. كان فريق الجهد الخدمي هو عمل ابتداء الإشراف ومن ثم أخذ على عاتقه في بعض المناطق التنفيذ، والحمد لله نجح في هذا الموضوع بشكل كبير. تم فتح مناطق كثيرة، وهذه المناطق انفتحت في بغداد ابتداء، ومن ثم طورت هذه العملية لتكون في المحافظات الأكثر حرمانا. بدأنا في محافظة الديوانية، ومن ثم محافظة السماوة، وبعدها محافظة ميسان، ومحافظة ذي قار. الآن نحن في طور الدخول إلها، الآن تم تشكيل فريق بعد العيد إن شاء الله يباشر عمله لزيارة والتنسيق مع محافظة البصرة ومحافظة ذي قار ومحافظة ميسان ومحافظة المثنى. جيد، يعني اتصالك بالبدء يكون مع المحافظ. نعم، المحافظ هو يعتبر المسؤول الحكومي الأول في تلك المحافظة، وهذا الفريق هو ما يجي لإلغاء دور الآخرين. يعني إحنا ما نجي نروح نقوم بأعمالهم، هم أيضا موظفين في الدولة، إلهم واجبات وعليهم حقوق وإلهم حقوق كذلك، فالمفروض الكل يقوم بعمله. إحنا اللي سويناه شنو؟ جمعنا هذا الجهد المتشتت وسويناه جهد مركزي في داخل المحافظة وبإشراف المحافظ نفسه. يعني الفريق الساند للفريق الجهد الخدمي الحكومي بكل محافظة يكون برئاسة المحافظ ومدراء الدوائر الخدمية اللي موجودين عندهم، بالإضافة لأنه إحنا نقدم لهم الدعم سواء مادي سواء آليات سواء دعم لوجستي، أي شيء اللي يحتاجوه إحنا نقدمه. ليش؟ لأنه أصلا فريق الجهد الخدمي الهندسي هو من كل الوزارات العاملة، وزارات موجود عندها فجهد جبار وجهد كبير والحمد لله، بالإمكان أن استثماره ومعاونة الآخرين. يعني شلون نسوي لك إياها بالعامية؟ هذا الجهد جهد فزع للجميع. واضح، هي بالفزع مرات تكون نتاجها جيد جدا. طبعا إن شاء الله أتمنى يكون هذا يوصل إلى نهايته، إلى تحقيق كل الأهداف المرسومة في هذا المشروع إن شاء الله. لكن أغلبية الناس يقولون يا بس شنو توقف؟ لأن ما نشوفه بالإعلام، ما نشوف أكو حركة. شنو إجابتكم سيادة الفريق؟ الحقيقة ما توقف، بالعكس، توجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني مع الفريق توجيهات دقيقة جدا. شاف إحنا فتحنا مشاريع كثيرة في بغداد والمحافظات، هذه المشاريع بدت أنه يعني تطلع ضمن قدراتنا الفنية أو اللوجستية أو بكل القدرات. فصار الرأي أنه ما نفتح مناطق بعد إذا ما نكمل المناطق اللي موجودة عندنا واللي فتحناها سابقا. هذا رقم واحد. اثنين،
ما نفتح مناطق إذا مو هاي المنطقة تكمل البنى التحتية إلها بالكامل، يعني يسووا لها مجاري ويسووا لها شبكة مياه. يعني مو فقط تبليط؟ لا، هذا التبليط يجي تحصيل حاصل. تحصيل حاصل بعد انتهاء البنى التحتية يجي التبليط والأرصفة، ويجي يعني شلون نقول الأمور الكمالية الأخرى. ولكن الشيء الرئيسي والأساس هو أن نبني البنى التحتية، خطوط المجاري وربط شبكات المياه وربط شبكات الكهرباء. لأن مثل ما تعرف جنابك أنت إذا تطلع إلى مناطق قسم من عندها شوفها كأنما عشوائيات، يعني لا أسلاك الكهرباء نظامية وصحيحة، لا سحب خطوط المياه الصالح للشرب والصافي بشكل صحيح ونظامي، لا المنطقة الشوارع والبرتسم الرئيسي الهندسي للشارع مبين، ناس داخلة ناس خارجة ناس. فهذه كلها إحنا نكملها، يلا نفتح ذيك المنطقة بعدها يصير بها أعمال الكمالية اللي هي التبليط والأرصفة وشبكات مياه الأمطار كهرباء. نعم، والكهرباء هذه كلها تكون متكاملة حتى يصبح حي جاهز، ما ينقص أي شيء. لذلك أرجع على كلامك وآسف للمقاطعة، لذلك إحنا صار عندنا تأخير. التأخير أنه التوجيهات إجتي أن نكمل الأعمال اللي بدينا بها، لأن تدري عندنا أعمال الآن منجزة بالمية بالمية وكملت، عندنا أعمال 95%، عندنا أعمال 80%، عندنا 70%، عندنا 50%، عندنا دون 50%. فهذه كلها أعمال لازم تنجز. توجيهات دولة رئيس الوزراء قال كملوا لي المشاريع اللي أنتوا بديتوا بها واللي فتحتوها، ومن ثم نرجع إلى فتح مناطق جديدة واستجابة إلى مناشدات المواطنين و اللي تقدم انه عبر الفريق. احسنتم سياده الفريق. يعني اكو مناطق بغداد انجزت تماما؟ يعني اي نعم، اكو عندنا انجزت في منطقه السرعدات، وعندنا الان على وشك الانتهاء منطقه الدوانم في الشعله. ان شاء الله يعني راح تنجز هذه البنى التحتيه. ها البنى التحتيه انت ما راح تقول لي هسه انا اشوف ما بها تبليط. نعم ما بيها تبليط، خلنا نكبل البنى التحتية، نكبل بناها التحتية ومن ثم التبليط يرجع تحصيل حاصل. بالإضافة لأنه إحنا عندنا الآن شركة حمورابي الداعمة لفريق الجهود الهندسي الآن تقوم بأعمال كبيرة جدا، يعني تقريبا 65 مشروع تبليط عندها ما شاء الله. يعني كل طريق كل منطقة تتكامل يجون يباشرون بعمليات التبليط وإنهائها بالكامل. جميل، ممتاز، أحسنتم جناب الدكتور. أكيد يعني أنتم لكم علم وكتوجيهات من دولة رئيس الوزراء بخصوص الزيارة المليونية، زيارة الأربعينية. نعم أكيد على عاتقكم راح تكون مهام كبيرة. ما هي المهام المناطة للفريق الجهد الخدمي؟ الحقيقة إحنا هذه الزيارات البليونية دائما إحنا نتحسب لها كأجهزة أمنية قبل الأجهزة الخدمية. تمام. فالحمد لله احنا الان هذه الزياره المقبله عندنا هي راح تكون مفتوحه وفي يعني فصل الصيف. عفوا عفوا. ف احنا عندنا ننصب جسور الى الطرق اللي تسلكها المشايه. عندنا الجسر الاول اللي ننصبه في منطقه النعمانيه، هذه المنطقه تخفف على الزوار بحدود مسافه 50 الى 56 كيلومتر من المسير، لأن تعرف يجون من الجمهورية الإسلامية ويجون من المحافظات الجنوبية، فالسيل البشري كبير. وأيضا عندنا مناطق بغداد ننصب جسر آخر في منطقة المسية، هذا الجسر يخصص فقط للمشاة، والجسر الرئيسي جسر المسية بالكونكريتي هذا حتى يبقى عملية النقل اللوجستي والحركة ما تتأثر مع المشاية، فيبقى عندنا طريقين. وهذا جسر عام؟ نعم، جسور عائمة عسكرية. هذه الجسور اللي موجودة في صنف الهندسة العسكرية احنا كل سنة نستخدمها، والآن الآن يعني اليوم طلعت عندنا رحبة جسر راحت للنعمانية، راح تقوم بعملين. العمل الأول عندنا جسر النعمانية الآن به فتحة ملاحية ديصلحوها، فانقطع السبل لأهل المدينة. فهذا الجسر راح ننصبه من الآن، يعني ولو هو بعد وقت بس راح ننصبه من الآن، حتى شنو؟ أولاً راح يخفف المرور بين ما يكملون شغلهم الدوائر المختصة،
إضافة إلى أنه موسم الزيارة الأربعينية، فهذا الجسر إحنا يعني من اليوم باشرنا به إن شاء الله. جميل. أنا ما شفت أكو حملة تبليط وشارع حولي أتوقع باتجاه كربلاء يقلل من المسير المارة أو الزائرين باتجاه كربلاء من محافظة بغداد والشمال. هذا الشيء يحسب لكم بصراحة، يعني هذا أنتم تقدمون فعلا جهد خدم حقيقي ساند لدوائر الدولة، بما أنهم أنتم أيضا جزء من الدولة، لكن هذا يشار لكم بالبيان بصراحة. يعني شكرا لكم وشكرا لمن طرح هذه الفكرة. و احنا تحدثنا عن اعمالكم، ليست فقط هي التبليط، كل اعمال الاكساء، فقط ليس فقط الاكساء، عمليات البنى التحتيه، وهذا مهم. احنا دائما بنشوف تجي دوله تبلط ورا فتره يجون تحفر من انابيب مي تنب اسلاك، فانتم هذا باتجاه الصحيح. لا ماكو بعد، يعني بالاضافه لانه يعني التوجيهات شديدة وصارمة للفريق، كل الأعمال اللي تنجز تخضع للفحص. أيه. تخضع للفحص. أي دار هسه احنا الفحص. كثير عندنا من الأعمال كملت بس هسه ما نقدر نعلن عنها لأنه بعد نتائج الفحص مالتها ما موجودة. سيطر النوعية التفحص. نعم، عندنا مختبرات في يعني في جامعة بغداد وفي التكنولوجية وفي شركة ابن رشد تابعة لأمانة بغداد، أيضا شركة متخصصة بأعمال الفحوصات لأعمال يعني الإنشائية، سواء تربة سواء تبليط سواء أعمال صب وكونكريت، هذه كلها موجودة. جيد دكتور، يعني الناس راضية؟ نعم الناس راضية على هذا العمل، وهناك وهناك معوقات يعني؟ إن شاء الله راضية. ليش؟ الدليل على أنه راضية أنه هاي المناطق اللي فتنا لها ما كان يواصلهم أحد سابقا، هاي رقم واحد. اما معوقات، اي معوقات ما واجهتنا الحمد لله وما تواجهنا. ليش؟ لان اكو صلاحيات عاليه لهذا الفريق انه يذلل كافه المعوقات. يعني اذا اكو متجاوزين فعندنا فريق من عمليات بغداد وعندنا فريق من العمليات المشتركه موجودين ويانا، اعضاء ياخذون على عاتقهم ازاله هذه التعارضات وازاله هذه التجاوزات على اماكن المشاريع اللي دنا نشتغل بيها. وعدنا من أمانة بغداد وعدنا من المحافظة وعدنا من الوزارات الأخرى، لذلك تشوف هذا الجهد المتكاتف ما يصير به معوقات الحمد لله. يعني جميل، أكيد تعتمدون على خرائط البنى التحتية، كون مثلا هناك انبوب نفط أو مشاريع في بنى التحتية ممكن يصير عليه حفر، وإحنا شفنا في بعض المناطق يعني أكو بوكلين ضرب له كابل كهرباء او ضرب له انبوب مياه، شلون راح تتعاملوا بهذا الموضوع؟ هذه صارت عندنا، يعني عندنا اكو تعارضات، يعني مثلا صارت عندنا احنا بعمليه الدفن مال طريق الشاخه 6، تدري طريق كبير وطويل يعني 14 كيلو متر تقريبا طوله. وين شاخه 6 هاي؟ شاخه 6 هذا تصير من المطار في منطقه الكرخ، يبدي من ساحه عباس بن فرناس وينتهي خلف علوه الرشيد. يعني هذا كانت اكو هواي تجاوزات، يعني سحب انابيب مي غير نظاميه، سحب خطوط كهرباء غير نظاميه، فالحمد لله يعني احنا زلنا هاي التعارضات والناس هم كانت متعاونه ويانا يعني بالكامل. يعني من رفع لي اقول يابا هاي هي صحيح، نعم احنا متجاوزين، خلف الله عليكم شيلوها. وكانت يعني مولدات محطوطه يعني من هاي البانين مسقفات مال مولدات وغيرها، فكل الناس اللي احنا كانوا في طريق العمل تعاونوا ويانا وازالوا تجاوزاتهم بديهم حقيقه. هذا كمل شاخه 6 لو بعده؟ بعد هذا الان احنا المرحله الاولى مالته كملت، لانه هذا الطريق يعني شلون اقول لك طريق استراتيجي، يحتاج له شركات استشاريه تنظمه وتكمل الاعمال والخرائط الهندسيه الخاصه به، ومن ثم تهيئه الكلفه اللازمة لإنشاء هذا الطريق، لأن تعرف هذا إذا صار هذا الطريق يعتبر طريق حلقي، صح. هو راح يكون مع الحلقي الأساس اللي مخطط إلى لمحافظة بغداد، فهذا راح يصير وسطي بيناتهم. يعني يعني الآن هو الحمد لله والشكر، يعني الآن هو فك زخم مروري وازدحام كامل في مناطق جنوب الكرخ. يعني تدري أنت مناطق يعني بحدود 66 منطقة
كانت لها معبرين عبر هاي الشاخه. فهاي 66 ما لها منفذ غير هالمعبرين. اما هسه اصبحت هاي 66 كل هاي مفتوحه امامها. فما كان يصير عندنا زخم مروري او تعطل باعمال الخدمات او هذا، يعني بالرغم من انه هسه حاليا لا يزال ترابي بس ادى خدمه عظيمه للمواطنين. جيد، يعني هل عندكم يعني وقت محدد او فتره زمنيه معينه أن ينجز هذا المشروع الاستراتيجي؟ والله إن شاء الله، يعني أنا أقول لك يعني هو بس تكمل هاي الشركات المختصة عملها ينجز العمل يعني خلال فترة ليست بالطويلة، يعني تصورها ليست بالطويلة. ممتاز، موفقين إن شاء الله. حتى قبل أن نذهب باتجاه سؤال آخر وعن المشاريع الاستراتيجية والأعمال الإسفلت اللي تقومون بيها، منين تجي؟ شلون تتنفذ؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله نستفسر منها من جنابكم دكتور أكثر بعد ما نشاهد التقرير الآخر. مشاهدينا الكرام، نشاهد نحن وإياكم هذا التقرير ومن ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التوجيه من سيادة رئيس الوزراء المحترم محمد الشاع السوداني، باشر الجهد الهندسي للحشد الشعبي بتنسيق مع بلدية قسم الثعالبة أبو بشام، دخلنا المنطقة السريدات، منطقة تعاني من إهمال شديد، من نقص بالخدمات، البنى التحتية أغلب شوارعها كانت مقطوعة شبه منعدمة، باشرنا بدخول آلياتنا، فتحنا الطرق، كذلك عالجنا الانسدادات بالطرق، وكذلك عملنا الصوندات ومجاري وبواري عالجناها. كانت الخطة تضمن 13000 متر مربع مساحة للطرق 9 زقة، وشارع رئيسي بطول 300 متر وعرض 12 متر. الخطة أكملناها بالتمام، من ضمنها أعمال البوكس الترابي وفرش السبويس والحديد والفحوصات. أكسينا 5 أزقة وكذلك شارع وزقاق بالمقرنص. اليوم إن شاء الله نباشر بأعمال التبليط الطبقة الثانية السيرفس إن شاء الله، وخلال الأيام القادمة يعني القريبة نباشر بإكساء 3 أزقة بطول 850 وعرض 7 متر. باشرت مديرية الهندسة العسكرية بإدخال منطقة السريدات. باشرنا المنطقة السريدات لقيناها عبارة عن منطقة منكوبة من كل الخدمات. باشرنا بسحب المياه الأمطار وفتح خط مجاري، وباشرنا بعدها بقسط شوارع بالكامل. كلفة مدة العفو الأزقة اللي تكلفنا بها 9 أزقة وشارع رئيسي. باشرنا حاليا بإكساء 5 أزقة، وان شاء الله بقى لنا 4 ازقه ان شاء الله اليوم يتم اكساهن. بعد معاناه يعني طولت ما يقارب 3 اشهر، لان تعرف المنطقه كانت عباره منتهيه من كل خدمات. باشرنا بفتح المجاري، البنيه التحتيه، ومن بعدها باشرنا بفرش ماده السبويس، وان شاء الله اليوم المراحل الاخيره. المساحه الكليه 13000 متر مربع، وان شاء الله مثل ما تشوفون اليوم اخواننا المجاهدين الابطال حنباشر ان شاء الله بماده الاكساء الطبقه الاخيره. والله نشكر الحشد الشعبي ونشكر رئيس وزراء محمد الشياع السوداني على هاي المبادره مال التبليط للمناطق، والحمد لله والشكر يعني الوليد اشتغلوا وتعبوا بالكادر مالهم، والحمد لله واحنا هم وياهم. بتوجيه من السيد معالي رئيس الوزراء المحترم، قام فريق الجهد الخدمي والهندسي بالإشراف على أعمال تطوير منطقة السريدات، وشمل العمل أعمال الإكساء وأعمال القالب الجانبي وأعمال الساقية الوسطية. وقام بهذه الأعمال دائرة أمانة بغداد متمثلة بقسم البلدي البوم الشام والثعالبة، مع جهد الحشد الشعبي بالتكاتف والتعاون لتطوير هذه المنطقة ورفع معاناة المواطنين. وأيضا هناك أعمال أخرى هي إنشاء خط أمطار داخل هذه المنطقة تقريبا بطول شارع 1300 متر،
لتسهيل أعمال تصريف مياه الأمطار من قبل دائرة مجاري ماء بغداد، وكل الأطراف تعاونت لخدمة المواطن. شركة برشد تقوم بإجراء أعمال الفحوصات، كل المواد الإنشائية خاضعة للفحص المختبري وحسب المواصفات الفنية. هذه عودة أخرى مشاهدينا الكرام، شاهدنا نحن وإياكم هذا التقرير وآراء الناس. يعني بصراحة شيء مفرح أن تجيك الحكومة، هذا يعني صح، هذا واجب الحكومة باتجاه المواطن. لكن المحرومين اللي صار هاي الفترة الطويلة وتجي الآليات وتعمل مثل ما تفضل الدكتور فريق حاتم، كل بين الناس هي تقولهم ايه شيلوها ما يخاف، هو صح تجاوزنا فشيلوها. هاي الثقة اللي تعود للمواطن عبر الحكومة، وان يكون فعلا هناك عمل حقيقي على ارض الواقع، اعتقد هم يجوك يقولك يا بدي يقول البعض على الحكومة يا ابا تعالوا سوونا هالقضية وشيلونا احنا متجاوزين. ما يحتاج تجيب فرقة عسكرية، وما يحتاج تجيب القوة العسكرية وترغمها غصبا عن بيطبق القانون، بالتأكيد احنا مع هيبة الدولة وتطبق القانون عليهم. هم يجوك هم يفتحوا لك ابواب ونقول يلا ساعدونا. نحتاج فعلا هذه الحكومة ان تكون صادقة من الالف الى الياء مع المواطن. اللي تقدر تسوي تقول يا بابا انا قادر ان اعمل هذا الشيء، واللي ما تقدر تحتاج تعاون من المواطن او من دوار من جهات اخرى يقول لك لا احنا تحتاجين هذا العون. لكن الحكومه ليست الموازنه بقليله، مليارات الدولارات هذه الموازنه، والموازنه لمده 3 سنوات. فبالتاكيد هذا التكاتف، هم نفس العامل نفس المسؤولين، اقسم بالله نفس المسؤولين اللي على مر هذه الحكومات السابقه هم نفسهم موجودين، لكن يحتاج لهم الى مراقب حقيقي حتى ينهض بهم الهمه حتى يقدمون واجباتهم بشكل صحيح. نحتاج من دوله رئيس الوزراء الى الثواب والعقاب، العقاب الحقيقي، ليس تشكل لجنه وتسوف ويذهب. يعاقب السارق، يعاقب بالنظام بالقانون، مو يقال او يحال على التقاعد ويغادر. ما سوينا شيء، نحتاج إلى صرامة بصراحة بتطبيق القانون على الكل من أعلى الهرم إلى أسفل القاعدة. على العموم مشاهدينا، نعود مع الفريق الدكتور حاتم المكسوسي عضو اللجنة المركزية لجهود الخدم الحكومي. دكتور، أكثر الأعمال عندكم هو التبليط بصراحة، يعني بعد ما تكملوا البنى التحتية، وأكو شوارع بيها بنى تحتية تحتاج إلى يعني تبليط. نعم. فهاي يعني هل في النية تحتاج معمل خاص بيكم او معامل، اللي تحتاج معمل يمكن في كل محافظة يحتاج معمل بالتعاون مع المحافظة المعنية، هل لديكم نية؟ الحقيقة مثل ما تفضلت جنابك انه المناطق اللي بعد ما تؤهل تحتاج الى تبليط، ولا هي ما تؤهل وتبقى منطقة ترابية ما سوينا شيء. عمليات التبليط، وقلت لك انفتحت مناطق كثيرة وطرق ومشاريع أخرى، فهنا برزت الحاجة عندنا إلى أنه معامل إسفلت تأمن متطلبات مواد التبليط لهذه المشاريع. فصار اجتماع للفريق الجهد مع محافظة بغداد ومع المحافظات المعنية بهكذا أمور، فطرحوا وقالوا احنا عندنا معامل للاسفلت اللي بامكانها ان تقدم، يعني حسب طاقة وامكانية هذا المعمل. يعني انتم شارعين بهيك موضوع. نعم. بس تحتاج الى مبالغ مالية لغرض تأهيلها وتصليحها واعادتها للعمل. فتم الاتفاق مع كل الجهات ذات الشأن واللي تملك هذه المعامل، يعني مثلا أمانة بغداد قالوا احنا عندنا 4 معامل في بغداد بإمكاننا أن نأهلها ونخليها تشتغل وتسند تأمن متطلبات التبليط للفريق ولكل المشاريع. محافظة بغداد كذلك
أيضا الحشد الشعبي أيضا عندهم معمل كان يحتاج له، فأيضا صدرت الأوامر بتخصيص أموال لغرض إدامة وتأهيل هذه المعامل حتى تبدي تشتغل وتساعد في عمليات التبليط وما يصير عندنا قصور بالمشاريع. جميل. ايش قد تتوقع انتاج المعمل حقكم؟ هو كل معمل حسب طاقة الانتاجية، تعرف جنابك انت. اكو معمل 240 متر مكعب بالساعة، اكو 500، اكو 750، حسب كبر المعمل وطاقته الانتاجية. سد الحاجة؟ طبعا هي اذا اشتغلت هذه المعامل ان شاء الله يعني سد الحاجة وزيادة. جميل. يعني اضافة لانه احنا يعني مو بس هاي المعامل الحكومية اللي موجودة، اكو معامل اهلية كثيرة بامكانها ان تتعاون ويانا وبامكانها ان نحيل الها او نشتري من عندها احنا يعني كجهات منفذة. شلون تعاون وزارة النفط وياكم؟ والله وزارة النفط تعاونها جيد جدا يعني، ومن خلال قناتكم اقدم لهم الشكر الجزيل لهم ولوزارة الكهرباء ايضا تعاونها كلش عالي، يعني المناشدة تيجي خلال 12 ساعة ينتهي الموضوع. آلياتنا اللي دا تشتغل كلها دا تأمن لها الوقود وزارة النفط، اللي نحتاجه من مادة البيتومين أو نحتاجه من مادة الإسفلت أو الزفت اللي يستخدم في عمليات التبليط والقير، كلها دا يأمنوها، كلها دا يأمنوها وبأسرع ما يمكن. ممتاز. آلياتكم جناب الدكتور تكفي لإنجاز المشاريع؟ هي الآليات هي مو آلياتنا إحنا، يعني هسه احنا وزارة الدفاع عندنا مجموعة آليات مشتركة بالعمل، عندنا الشرط الهندسة العسكرية للشرطة الاتحادية يعني وزارة الداخلية ايضا هو مشتركين ويانا يعملون، يعني لان قالوا احنا تدري يعني كمؤسسة عسكرية نعرف انه السياقات وشون نديرهم، فعندنا من وزارة النقل اكو جهد، اكو من وزارة الموارد المائية جهد، واكو من كثير من الوزارات، كل الوزارات عندها جهد. الحشد بالآليات؟ نعم. الحشد بالآليات؟ الحشد الشعبي وآليات اللي موجودة، جهدهم الهندسي ايضا عامل ضمن الفريق وماخذ قواطع، يعني احنا قبل فترة يعني الحمد لله انتهت العمل بسيطرة العبايتشي. اللي كامل نعم اللي أخذوها على عاتقهم الهندسة للشرطة الاتحادية، ومن ثم بعد ما كملنا جوي جماعة الهندسة العسكرية لوزارة الدفاع معهم حتى يسرعون العمل. شمال بغداد سيطر شمال بغداد هي هذه هي يسموها كملت الحمد لله جيد، يعني بناها التحتية والأرضيات ومكانات فحص الأجهزة السونار والكيناين، ما تبقى يعني أمور فنية تابعة لوزارة الداخلية تربط أجهزتها ويتم العمل بها. ما شاء الله ممتاز. يعني هو بصراحة هذا المشروع أو هذا الممار من شمال العراق باتجاه بغداد يعني كان عائق كبير بالنسبة للناس، ويعني شوارع غير مؤهلة تماما للدخول إلى بغداد، وهي واجهت يعني بغداد العاصمة. يعني أنا أتمنى هسه دز الفريق التصوير اللي عندك وتشوف العمل اللي دا يصير بهذا الطريق. الآن إحنا كوزارة الدفاع زلنا بحدود 50 متر من سياج معسكر التاجي. معسكر التاجي تعرف أنت معسكر كبير جدا، يعني بحدود 8 كيلومترات إحنا رفعنا من السياج، وهذا أيضا أخذناه على عاتقنا على عاتق وزارة الدفاع رفع السياجات وتهيئة الأرض للشركات اللي دا تنفذ توسيع باب بغداد من الجهة الشمال أو من التاجي وإلى آخره. ما شاء الله. فالأعمال قائمة على قدم وساق يعني، بس هي أنت جنابك تفضلت قلت أكو ظلم إعلامي بعضها، ولو طالع فريقكم كان شاف الأعمال، أعمال كلش ممتازة. ما ظلمناكم احنا قناه احنا بالعكس بالعكس الله يحفظكم. من اول يمكن ما تم تشكيل هذا الفريق جاءت توجيهات بشكل مباشر بانه الاهتمام بشكل كبير بهذا الفريق كونه فعلا فريق حقيقي يقدم خدمه للناس، فلهذا السبب احنا توجهاتنا معاكم ان شاء الله ونبقى نستمر بدعمكم وكون تقدمون خدمه حقيقيه للمواطن العراقي. بالتأكيد احتاجكم إلى مشاريع، بما أنتم أصبحتم جهة مهمة جدا من الجهات الحكومية تنفذ هكذا مشاريع ومشاريع ضخمة،
هل لديكم مشاريع بالمستقبل؟ يعني حقيقة كفريق جهد خدمي عندنا مشاريع مستقبلية، والآن هي قيد الدراسة والتخصيص الأموال اللازمة إلها، لأن أكو تخصيص أموال ضمن موازنة ضمن الموازنة لفريق الجهد الخدمي. جميل. هذه الفريق الموازنة أو هذه الأموال تصرف للمشاريع اللي راح يقرر عليها ويقر عليها فريق الجهد الخدمي، اللي هي خاصة بمعالجة حرمان المناطق المحرومة وتقليل الزخم والازدحام في كل مكان، ما نقول بس محافظة بغداد، في كل مكان وين أكو ازدحام وزخم وأكو أمور تؤدي إلى عرقلة السير، هذه الهم أيضا راح نأخذها على عاتق الفريق، بإمكان أن يخصص قسم من هذه الأموال لهكذا حالات. إضافة إلى أنه إحنا عندنا أمانة بغداد عندها تخصيصاتها بالموازنة ما شاء الله، ومحافظة بغداد عندها تخصيصات بالموازنة، يعني الآن أكو في التوجه باتجاه المستشفيات وباتجاه الطرق وباتجاه المدارس وأعمارها، قسم من عندها ترميم وأعمار وقسم بناء من عندها أيضا، فمشاريع كثيرة. أما إذا تقصد على جهد وزارة الدفاع، فإحنا الآن بطور تأسيس شركة إعمار الدفاع، يعني السيد وزير الدفاع طلب من دولة رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة أن ينشئ شركة حتى نستفاد من الجهد والخدمات اللي تقدمها وزارة الدفاع للوزارات الأخرى. يعني إحنا الآن عندنا قبل فترة طلب مني وزير الدفاع أنه شنو المشاريع اللي اشتغلناها إحنا مجاناً مع الوزارات الأخرى، يعني مع وزارة النفط خصوصا بالدرجة الأولى، وزارة الكهرباء، وزارة الموارد المائية، وزارة النقل، أكو مشاريع كثيرة إحنا قمنا بدعمهم بها خصوصا وزارة النفط، يعني الشركات اللي تفتح آبار النفط والشركات الزلزالية اللي تتنقب عن الغاز والهذا، إحنا كلها نطلع معاها مفارز لغرض فحص الأرض وتطهيرها إذا كانت ملوثة بالعبوات أو بالألغام أو بالمخلفات الحربية، ونسلمهم الأرض جاهزة لغرض القيام بأعمالهم. ومثل ما تعرف أنت هذه يعني ملايين الدولارات، صح؟ يعني الشركات اللي تأخذ مثلا أي حق النفط الآن، الشركة ما تدخل تستثمر به إذا متطهر الأرض. احنا هذا كله نقدمه مجانا، وعليه لذلك تشوف احنا عندنا كثير من المعدات والاجهزه استهلكت، يعني والموازنات يعني ما انصفتنا لوزاره الدفاع في الحقيقه حتى نقدر نشتري ونواكب التطور الحديث بعمليات ازاله الالغام وازاله التلوث، لا سيما احنا مطلوب من عندنا تعهد مع الأمم المتحدة أن يكون العراق خالي من الألغام عام 2028، وهذا التعهد يجب أن نفي به ونلتزم به. فأمامنا كثير من التحديات، فشاءت أن تكون هذه الشركة هي تأخذ على عاتقها، إحنا ندخل حالنا حال الشركات الأخرى بجهدنا العسكري، وهذه الأموال اللي نستحصل عليها من هذه المشاريع تصير لدعم جهد ولتسليح أو لشراء معدات لوزارة الدفاع، حتى بعد ما نكلف الدولة مبالغ إضافية. أحسنتم، هذا المشروع مهم طبعا. هذا المشروع أيضا إحنا حاطين في حساباتنا أنه يكون نأخذ مشاريع بناء مجمعات سكنية، جسور، طرق، بكل شيء بإمكاننا، وعندنا كل الإمكانيات والحمد لله. بشرية أو ما؟ عندنا البشرية معدات، وعندنا المعدات، وأيضا دولة رئيس الوزراء يعني قال أنا أعطيكم رأس مال، من عندي أنطيكم رأس مال تفتحون به شركة تتوكلون على الله. إحنا قلت له إحنا إذا أخذنا لنا مشروعين يعني رأس المال يعطينا يا دولة رئيس الوزراء رد على فك الهياب يعني بشهرين زمان يعني الحمد لله. بالتأكيد، وهذا أيضا يعني عندنا تجربة واقعية موجودة مصر، وزارة الدفاع المصرية تمول الحكومة أصلا من مشاريعها. بالضبط، وكثير من الدول هي ماشية على هذا السياق، وليس فقط الحكومة المصرية. يعني الجيش الباكستاني أسس نفسه على هذا المشاريع، بالهند عندك الآن، إحنا عندنا هاي التجربة موجودة في الأردن، الجيش الأردني وموجودة بكثير من الجيوش، يعني جيوش تبني أو تمول نفسها ذاتيا. حتى نخلص شوية موازنة من وزارة الدفاع بعد ما نعطيكم موفقين إن شاء الله. عندنا سؤال إن شاء الله ما متبقي لها دقائق قليلة، ما هي صلاحيات الفريق؟
والله هي الصلاحيات القانونية الرئيسية اللي يعني ضمن القوانين النافذة. أما إحنا ما نتعدى على صلاحيات الآخرين، يعني صلاحيات المحافظين، صلاحيات رؤساء الدوائر الأخرى، لا هذا ما عندنا. ولكن ندخل معاهم، نوجههم بالتوجيه الصحيح، ونعطيهم النصيحة والمشورة، يعني نساعدهم بالعمل، نعم. أما يعني إحنا صلاحياتنا هي ضمن القوانين النافذة. نعم. فريقكم من شكل؟ فريق يعني اللجنة المركزية. هو الفريق يعني من يترأس الأستاذ جابر الحساني وكيل وزير الإسكان والتعمير، وهو يمثل وزارته، ووكيل وزير الكهرباء أستاذ نزار، وأستاذ ضياء المستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار، ومدير عام شركة النفط أستاذ طالب، ويعني كلهم ممثلين على كل وزارة. نعم، من كل الوزارات. وكذلك عندنا ممثل من ديوان الرقابة المالية، وعندنا ممثل من الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعندنا هذول كلهم أيضا هم يراقبون عملنا ويشوفون ويصححون بعض الأمور القانونية والمالية اللي قد يعني شلون نقول يصير عندنا بها فد إشكال معين. فهذا الفريق متكامل، يعني متكامل قانونيا، متكامل ماليا، متكامل لوجستيا، متكامل هندسيا. اجتماعاتكم مستمرة؟ عندنا اجتماعات دورية، نعم، للفريق، وعندنا اجتماعات مع الدوائر البلدية الأخرى اللي عندنا أعمال ضمن مناطقهم، وعندنا اجتماعات قلت لك يعني مع المحافظين. يعني بعد العيد إن شاء الله راح ننطلق إلى 4 محافظات، نقعد مع السادة المحافظين اللي موجودين ونشوف شنو المناطق اللي بالإمكان أن نفتحها أو نتعاون على فتحها وتقديم الخدمات للمحروم. لو خير لك لهذا الفريق، وين تاخذه بالمستقبل؟ شو تسوي له؟ هذا الفريق تحوله إلى مؤسسة، ترجع إلى دوائر بعد ما ينتهي العمل، شنو ببالك أنت دكتور؟ أنا أقول أنه هذا الفريق هو تجربة، هذا يعمل شلون مدرس يدرس في مدرسة. فهذا الفريق مال إحنا ناخذه ونوديه إلى كذا، لا مو صحيح، وإنما نخلي الناس تستفاد من خبرة هذا الفريق وتتعلم هذا العمل وتبدي هي بعد تنطلق بأعمالها. نعم. ما أتوقع هو راح يتوقف لأن الأعمال مستمرة. إن شاء الله إن شاء الله. أحسنتم. الفريق الدكتور حاتم مكسوس، ممثل وزارة الدفاع، عضو اللجنة المركزية للجهد الخادم الحكومي، شكرا من القلب لك على جهدك بالبداية وجهد إخوانك بالفريق الجهد الخادم الحكومي، وأيضا مساهمتك وحضورك ويانا وتوضيح للمواطن العراقي عن عمل هذا الفريق. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لمشاهدينا الكرام. في ختام الحلقة قبل تحيات كادر البرنامج، أنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.